الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، السلام عليكم. أكد وزير النفط في العراق إحسان عبد الجبار أن حكومة الكاظمي تعتبر الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي أولوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوقف عن الاستيراد. وأوضح عبد الجبار أن توجه الحكومة الحالي هو الاستثمار في مجال الغاز، حيث تم ضخ أكثر من مليار دولار بشركة غاز البصرة، كما دعمت مشروعات الغاز في الناصرية والعمارة وغيرها. وتوقع إسماعيل أن يشهد العراق بدءا من عام 2022 دخول عدد من الخطوط الإنتاجية لجمع وتكرير الغاز، وصولا إلى وقف حرقه عام 2025. أعلن البنك المركزي في العراق إطلاق مبادرة للتحول إلى الطاقة المتجددة، كما تحدث عن نصب منظومات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على عدد من أبنيته. وأوضح البنك أن المبادرة بمشاركة خبراء البيئة والطاقة المتولدة من المصادر المتجددة، مؤكدا على وضع الإطار التنفيذي لتمويل مثل هذه المشاريع التنموية، سواء على مستوى الأفراد أو المستثمرين في مجال الطاقة النظيفة. وأشار إلى أن البنك المركزي العراقي سيدعم إعداد ضوابط تلزم أصحاب المشاريع الاستثمارية السكنية بالاعتماد على المصادر المتجددة في تأمين جزء من الطاقة الكهربائية كشرط لشمولها بمبادرة البنك المركزي لتمويل مشاريع الإسكان. استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد وأربيل. وقال مصدر مالي إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا 147,700 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي. وأشار المصدر إلى أن أسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148,250 دينارا عراقيا، بينما بلغت أسعار الشراء 147,250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار أمريكي. أما في أربيل فقد شهدت أسعار الدولار استقرارا، حيث بلغ سعر البيع 148,000 دينار لكل 100 دولار أمريكي، والشراء بواقع 147,500 دينار لكل 100 دولار. بلغت الأسهم الأوروبية مستويات قياسية مرتفعة، حيث أدت أرباح شركات السلع الأولية إلى إطفاء حالة من الإيجابية على الأسواق. وصعد المؤشر ستوكس للأسهم الأوروبية بنسبة 0.3% إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 463 نقطة في التعاملات المبكرة. وقفز سهم إيرباص بنسبة 3.6% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لتسليمات الطائرات والأرباح للعام الكامل. وارتفع سهم توتال إنرجيز الفرنسي بنسبة 2% بعد أن أعلنت الشركة عن إعادة شراء أسهم نتيجة تلقيها أرباحا من الارتفاع الكبير في أسعار النفط والغاز. شهدت أسعار النفط ارتفاعا مع انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ كانون الثاني عام 2020، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 74 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 72.64 سنتا للبرميل. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام تراجعت 4 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي بمساعدة انخفاض الواردات وتراجع الإنتاج الأسبوعي. ختام الموجز، إلى اللقاء.